لك كابتن مرعف مع يعني مع المنتخب اتفضل. الاول، وهاجي للعناصر الفرديه، جهاز فني ولاعبين. بس يعني حضرتك مش شايف انه المنتخب بيلعب مع ايا كان اسم المنافس؟ يعني انا في تصفيات امم افريقيا وفي تصفيات كاس العالم ما شفتش منتخب قدامنا من عيار تقيل، ومع كده في حاله ارتداد، وفي حاله اهتزاز، وفي حاله لخبطه. احنا اول 35 دقيقه مع انجولا امبارح، انا حاسس ان احنا بنلعب منتخب بلجيكا او بنلعب منتخب فرنسا. الحاله دي اسبابها ايه؟ ترجمتها ايه؟ هل الراجل مش قادر يقرا امكانيات لعيبته؟ هل في لعيبه ممكن تبقى متالقه جدا محليا ولا تصلح انها تكون بتلعب دولي؟ يعني مش وده اتكرر قبل كده كتير. انا شايف كرر مع انجولا هنا في القاهره، وكرر مع الجابون في الجابون. بالظبط يعني بالظبط. احنا قلنا كمان حتى بعد مرحله ليبيا، لا خلاص احنا اتحطينا وهيبقى في شكل وفي اداء، والراجل قرب بشكل كبير جدا على الهيكل والشكل، واكتر يمكن من 18 20 لعيب هو خلاص يعني تقدر تقول استقر عليهم. لكن دوافعك انت داخل الملعب بقى، يعني تملي انا يمكن يعني في ناس كثيره جدا تلوم على الجهاز الفني، وتملي تبقى يعني جاي على الجهاز الفني بشكل كبير جدا. فاحنا النهارده عايزين برضك نيجي على لعبتنا شويه. نيجي يا كابتن. نيجي يا كابتن. الاسماء دي والخبرات دي والامكانيات اللي موجوده في الملعب بالمليارات مش بالملايين، ويطلع ان انا ابقى مقوقع كده 35 دقيقه في نص ملعبي وخطوتي قريبه من بعض، حتى كمان قريبه من بعض، لكن بدون ضغط، بدون رقابه، بدون تركيز، وبعدين الناس تبدا تهرب من على الاطراف، وبعدين تعمل حاجات عرضيه، يروح الراجل مطلعها المدافع مطلعها داخل ال 18، حتى التشتيت في التمركز لعيبه كبار، التمركز مهم جدا، ولما تمركز صح اقدر اشتت صح، لما اشتت تطلع بره 18 مش جوه ال 18. طب بعد ما شتتش فين الدوافع بقى، وفين الرد الفعل بتاع المدافعين عشان اروح انقض على الحيشوت؟ لا يعني في حاجات مركبه بشكل كبير جدا، اخطاء ما ينفعش تبقى موجوده في صفوف منتخب مصر، فدي من ضمن الاخطاء الدفاعيه. اقول لك كابتن ماهر، انا امبارح كجمهور لما قاعد يعني مستني المباراه وبتفرج على اللعيبه وهي بتسخن والسلام الوطني، انا مستني ان الحكم يصفر عشان اشوف، عارف، بالزبط. هجوم بالزبط. يعني انا متوقع انه لعيبه منتخب مصر امبارح كانوا هينزلوا من اول دقيقه يحطوا منتخب انجولا في نص ملعبهم. بالظبط. احنا زي ما انت قلت نبقى احنا الفاعل مش المفعول فينا. ايوه. وبعدين الخطا الثاني خطا فردي برضك، اكرم في اندفاع اكرم في الحته دي، اكيد اكيد طبعا بيتقال من ضمن الملاحظات. بلاش التهور، لان الراجل رايح فين؟ ده رايح في سكه الاوت. فالتهور عمل ضربه جزاء. فعايز اقول ان اخطاء دفاعيه للاعبتنا ساذجه جدا جدا جدا. فطيب مع الفرقه الكبيره هنعمل ايه يا احمد؟ ما هو انت النهارده لو انت خسران مع الفرقه الكبيره 2-0 صعب جدا 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 انك انت ترجع للمباراه تاني. ايوه واخد بالك؟ لكن انا حتى بعد ما رجعت كنت متوقع برضو نكسب، انه ليفل الشراسه يزيد، وان انا يبقى يعني عندي رغبه اكسب، لانه المكسب يفرق طبعا. يعني مكسب هدف امبارح، هي مش فكره ان انا اتصدر بس المجموعه، لكن مكسبك على انجولا والجابون طبعًا معنويا ورقميا يخدمك بكتير جدا في اللي جاي. طب انت دخلت المداخله مع كابتن الادور. ايوه. قال يعني يعني الدرون ده ممكن يعني يعطلنا، يعني وعطلنا خلاص. احنا وصلنا لكن المكسب في حد ذاته بيزودك درجه. زي ما انت قلت احمد، بتبان الاستراتيجيه والدوافع وانت جاي داخل ملعبك. يعني انا مستر كروش قال رجعنا تاني بقى، قال لك الحراره والرطوبه وارضيه الملعب، الكلام ده راح ايامنا احنا. يعني انت ايامنا لما كنت عايز تحط حجه وانت في افريقيا عامل مباراه مش قد كده، مش قد كده، فبتضطر تقول الحجج دي. الطيران والارضيه والرطوبه، خلاص احنا لعبتنا اتعودت على الرطوبه، اتعودت على الاجواء. فالنهارده زي ما انت قلت احمد، مهم جدا منتخب مصر يبقى له شكل. احنا لحد دلوقتي لما تتفرج على المنتخبات الكبيره السته المصنفين تقول دي نيجيريا، دي الجزائر، دي تونس، دي المغرب، لكن النهارده مش قادرين نقول دي مصر. يعني بس هي المشكله انها طولت شويه. طولت يعني وتعاقب اكتر.